مدينة المعمورة الجديدة أصبحت بعد استكمال منشآتها مدينة نموذجية من حيث موقعها وجمالها. وقد أقيمت المدينة على مساحة قدرها 600 فدان، وتكلف إنشاؤها 400 ألف جنيه، ويمتلك 80% من هذه المدينة جمعيات تعاونية للفلاحين. وتضم المدينة مساكن وفيلات بنيت على أحدث طراز، كما تضم عددا من الكازينات لتسلية المصطافين. لقد أصبحت المعمورة من أجمل شواطئ البحر الأبيض المتوسط، بل أصبحت تضارع في جمالها وموقعها أكبر الشواطئ في العالم أجمع.